لم يكن تاريخنا يوما يفتقر إلى العلم والعلماء، وعصور الظلام التي تحدثت عنها أوروبا كانت عصور النور والمعرفة على الحضارة الإسلامية. ففي الوقت الذي عانت فيه أوروبا من النزاعات، كانت الحضارة العربية الإسلامية تبني المكتبات وتؤلف المؤلفات الطبية والعلمية والهندسية التي اتخذها الغرب لاحقاً أساساً لعلومهم. لم نكن مثل الغرب منصفين في حق مفكرينا، بل سعينا إلى تمجيد غيرهم متناسين فضلهم على حياتنا اليوم. فالذي لا ندري به أن علماءنا هم من وضعوا أسس الهندسة والطب، ومنهم من فسر كيف نرى وكيف ممكن أن نطير، ولولاهم لما عرفنا البوصلة. نصير الدين الطوسي هو أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن الطوسي، ولد في عام 1201 وتوفي عام 1274 ميلادي. معروف باسم نصير الدين الطوسي، عالم فلكي، إحيائي، كيميائي، وعالم رياضيات، وفيلسوف، وطبيب، وفيزيائي، ومتكلم. اعتبره العالم والمؤرخ ابن خلدون أحد أعظم العلماء هو محمد بن الحسن الطوسي، واشتهر بنصير الدين الطوسي أو المحقق الطوسي. ولد في طوس، وهي منطقة في خراسان شمال شرق إيران، وكان والده محمد بن الحسن من الفقهاء والمحدثين، ولكنه فقد والده في سن مبكرة، ووفاء لرغبة والده أخذت بالتعلم والمعرفة بجدية بالغة، وسافر بعيدا لحضور محاضرات العلماء المشهورين واكتساب المعرفة، وهو تمرين شجعه بشدة في عقيدته الإسلامية. انتقل بعدها إلى نيشابور لدراسة الفلسفة، كما التقى بالعطار من نيشابور المعلم الصوفي الأسطوري الذي قتل في وقت لاحق على يد المغول، وحضر محاضرات قطب المصري، وذهب إلى الموصل ودرس الرياضيات وعلم الفلك مع كمال الدين يونس، وهو تلميذ لشرف الدين العاصي، وتحدث مع صدر الدين القناوي صهر ابن عربي. ويبدو أن التصوف كما روج له كان جذابا له، كما اكتسحت عندما اكتسحت جنكيز خان وطنه كان يعمل في الدولة النزارية، وقدم إسهامات كثيرة في العلوم خلال هذا الوقت، وكان ينتقل من معقل إلى آخر حتى تم القبض عليه بعد غزوة قلعة الموت من قبل القوات المغولية. انتقل من طوس إلى نيسابور وهو في مطلع شبابه طالبا للعلم مع كبار علمائها. كان المغول أكبر خطر يهدد الحضارة الإسلامية عندما كانت الأمة الإسلامية تعاني من الانقسام والانحلال، وأصبح الطوسي في قبضة هولاكو الذي لم يكن يهتم لا بالفلسفة ولا بالرياضيات، وكان يجيدها الطوسي كما كان مولعا بعلم التنجيم، وكان يجيدها الطوسي أيضا باعتباره من كبار علماء الفلك. كان الهولاكو كان يحتاج مثل هؤلاء العلماء والأطباء، فكان يتركهم أحياء ويأخذهم معه عندما يغزون دول جديدة. فاحتفظ هولاكو بالثلاثة وأمر بضمهم إلى معسكره ووجوب ملازمته أينما ذهب. هناك قصة تروي الحديث الذي دار بين هولاكو ونصير الدين. قد سمع هولاكو بمكانته العلمية فقال له: أنت تطلع إلى السماء؟ فقال له: لا. فقال: ينزل عليك ملك يخبرك؟ قال: لا. فقال له هولاكو: فمن أين تعرف؟ قال: بالحساب. قال: تكذب، أرني معرفتك ما أصدقك به. وكان هولاكو جاهلا،
فقال له نصير الدين: في الليلة الفلانية في الوقت الفلاني سيخسف القمر. قال هولاكو: احبسوه، إن صدق أطلقناه وأحسنا إليه، وإن كذب قتلناه. فحبسه إلى الليلة المذكورة، وفعلا خسف القمر خسفا بالغا. فاتفق أن هولاكو تلك الليلة كان سكرانا فنام، فقيل لنصير الدين ذلك. ثم فكر نصير الدين وقال: إن لم ير القمر بعينه وإلا فأغدو مقتولا، لا محالة. فكر ثم قال للمغول: دقوا على الطاسات وإلا يذهب قمركم إلى يوم القيامة. فخافوا وبدأوا يدقون على الطاسات، فعظمت الغوغاء. فانتبه هولاكو بهذه الحيلة ورأى القمر قد خسف، فصدقه وآمن به، وكان ذلك سببا لاتصاله بهولاكو. بعد دخول بغداد أحرقت آلاف من الكتب، وقتل عشرات الآلاف من السكان، وفر من استطاع الفرار حتى خلت بغداد من السكان. تمكن الطوسي من إنقاذ بعض العلماء مثل ابن الفوطي، وتمكن أن ينتزع من هولاكو أمرا يقضي بأن يقف عند باب الحلبة ويؤمن للناس الخروج من هذا الباب. فأخذ الناس يخرجون بجماعات كثيرة، استطاع أن ينقذ عشرات الآلاف من الكتب النفيسة والأثار العلمية. تمكن الطوسي بذكائه الفذ أن يتقرب من هولاكو وأن يؤثر فيه، وأقنعه ببناء مرصد فلك كبير في عام 1259 ميلادي، وأنشأ المرصد الفلكي في مدينة مراغة، وجعل منه أول أكاديمية علمية بالمعنى الحديث. جمع فيها أكثر من 400,000 مجلد تحوي على نفائس الكتب في مختلف العلوم، وعلى العديد من الكتب التي أنقذت من الدمار في بغداد. كما جمع العديد من العلماء مثل ابن الفوطي ومحي الدين المغربي وغيره. وكتب الرسالة الاسترلابية في علم الفلك، وأيضا كان عالما في علم المثلثات والجبر والهندسة والحساب والتقويم والطب والجغرافيا والمنطق والأخلاق والموسيقى وعلم التنجيم، وترجم كثيرا من الكتب اليونانية، وعلق على مواضعها شارحا ومنتقدا. من أشهر مؤلفاته كتاب شكل القطاع، وهو أول مؤلف فرق بين حساب المثلثات وعلم الفلك. قال عنه كارديفو: هو مؤلف من الصنف الممتاز في علم المثلثات الكروية. ترجمت كتبه إلى اللاتينية والفرنسية والإنجليزية، واعتمد عليها الأوروبيون لقرون عديدة. وله كتاب التذكرة الناصيرية، وهو كتاب في علم الفلك، أوضح فيه نظريات فلكية، وانتقد كتاب الماجستي لبطلومس. وهذا يدل على عبقرية الطوسي وطول باعه في الفلك.